بعيوب بعيوب حارس المرمى باقي 70 نعم رقم 10 هنا لزعنب الصور قطع الميدان من جانب الطرف لاحظ النظريه ديال بركانيه يدخل بالاسماء الرسميه الكره الهلالي 23 ادم با 29 من المعطيات الخاصه بهذه المواجهه مشاهدينا وتعطى في هذه اللحظات الانطلاقه الخاصه بالمنافسه واللقاء حيث يلعب الفريق فريق النصويب لا هنالك ترقيه تعود من جديد الجيش الملكي 17 مباراة خاضها 6 انتصارات 7 تعادلات 4 هزائم في جوابته 25 نقطة النظرية ديال البركانية فريق يبحث اليوم عن الانتصار السادس ولمحاولة ممتازة ممتازة المحاولة الجيدة داخل منطقة الجزاء ضربة جزاء دخل بهذا الشكل وبهذا الأسلوب داخل منطقة الجزاء يعرقل يسقط داخل منطقة الجزاء نيون يردون بقوة لاحظ الطريقة على مستوى الاختراق والدخول داخل منطقة الجزاء هنا التدخل من جانب الحارس وهنا السقوط 19 هدفا والمحاولة الآن لوضع الكرة في المرمى من جانب فريق النهضة البركانية تسجل نعم الهدف الأول في مباراة اليوم احتفالية مهمة جدا تأتي في هذه اللحظات من جانب فريق النهضة الرياضية البركانية ومن خلال لاعب قادم من جمهورية الكونغو سجل في مباريات سابقة نتابعون الطريقة والأسلوب يضع في المرمى معلنا عن أولى الأهداف 1-0 للنهضة الرياضية البركانية بطريقة طريقة جيدة يأتي هذا الهدف للجهة اليسرى الانطلاقة عن طريق إيمانويل يبحث عن المرور كرة ملعوبة الآن على المستوى خطر أمامي كرة ممتازة يمشي الفحلي كرة مميزة جول يوسف الفحلي يضع الكرة في المرمى معلنا عن ثاني الهدف صاحب ال 24 سنة يوقع على الهدف الرابع له بيد امام اولمبيك خريبكا امام شباب المحمدية وامام يوسفية برشيد وهذا الهدف امام فريق الجيش الملكي من خلال خطأ على مستوى التغطية يستفيد منه يوسف الفحلي ومن سمعوني ينزل الكرة بشكل ممتاز سمعوني مرور من الجهة اليسرى امام معدي وجه لوجه هذا امام بعدي اكثر من مناسب حاول يمر كان خطا كره وتحضير ريدا سليم هذا من الفاتي ريدا سليم يهيئ نفسه يصوب كره ممتازه جول جول الجيش ريدا سليم يبدع كرة جوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد بطريقة مباشرة يضعها في المرمى بأي طريقة وبأية وسيلة وبأية إمكانية إنه ريدا سليم يضع الكرة بشكل سليم ويعلن عن قرار الحكم من وضع الكرة في النظرية البركانية محاولة لإنهاء المباراة ضائعة تعود من جديد ليوسف الفحلي ماذا يفعل يوسف يحافظ على كرته تمريرة ممتازة لبكرة الهلالي بكرة الهلالي اخترق يخترق يدخل داخل منطقة الجزاء تبحث عن مسدد للكرة تعود مرة ثانية لتكون هجمة مرتدة مضاطة من الجهة اليمنى عن طريق النفاتي المحاولة من ادم الى رضا سليم يمشي رضا يبحث رضا تمريرة امامية هنالك الكعبي النوح والسعداوي يبحث عن مخالفة والحكم نعم يأتي في هذه اللحظات يعلن عن منطقة الجزاء مشاركة الحارس هجمة مرتدة مضادة المحاولة في غياب الحارس عن مرمى كرة ملعوبة في خط الوسط وفي هذه اللحظات يعلن الحكم على نهاية تفاصيل المواجهة بانتصار النهضة الرياضية البركانية على حساب فريق الجيش الملكي في مباراة قوية ممتعة في مباراة عرفت حضور الندية والحماس.